الموضوع الأخير عندنا بالمواضيع مالتنا هو الإكوليبريم كونستانت أند فانهوف إكويجن. هذا الموضوع راح يربط بين الثيرموديناميك اللي أخذناه بالصف الثاني ويا الرياكشن اللي كنا نوصل إلى الإكوليبريم كونستانت مالته، راح يربط علاقة بيناتهم. فيقول the فانهوف إكويجن change in the equilibrium constant، راح يربط العلاقة أو يميز العلاقة ويا الإكوليبريم كونستانت of the chemical reaction to the change in temperature، راح يربط العلاقة بين الكي إكوليبريم والتمبرتر تي given the standard enthalpy change delta H naught، راح ينطيني من عندها الستاندرد انثالبي تشينج، التغير بالانثالبي القياسي. طبعا هذا انتم ماخذي المصطلح هو الانثالبي والانتروبي والجيبس فري انرجي، ذول كلهم بالثرموداينامك. هنا أنا فقط راح نمر عليهم وراح نربط علاقه بيهم، يعني ما راح نتطرق الى دراستهم. فاذا تريدون تذكروهم افضل انه ترجعون للاساسيات مالت الثرموداينامك. For the process, the expression for K equilibrium is the rather sensitive function of temperature, given its exponential dependence on the difference of stoichiometric coefficient. يعني يقول لي أنه K equilibrium هي دالة إلى temperature. Okay. بالعلاقة الإكسبونينشالية اللي أمامنا. فهنا العلاقة هي K equilibrium equal exponential ما نزلت جي نوت اوفر الار تي، مثل ما تشوفون امامكم انه الكي كولبريم هي الكولبريم كونستانت، الجي هي جيبس فري انرجي، الار هي مولر جاس كونستانت، والتي هي ابسوليوت تمبريتشر. طبعا هذه من القوانين مال الثرموداينامك. احنا ايش عندنا؟ عندنا الديفينيشن اوف ذا جيبس فري انرجي. هاي المعادله وهاي المعادله اللي امامنا ال14 والمصطلحات جدا مهمه، هي اللي راح تطلع لي الفانهوف ايكويشن. خلينا نقول دلتا جي نوت هي دلتا اتش نوت بلس تي دلتا اس نوت. هذه المعادله اللي امامكم هي للجيبس فري انرجي. طبعا الجي هي قلنا جيبس فري انرجي، الدلتا اتش هي الانثالبي، والدلتا اس هي الانتروبي. The Gibbs free energy as a therm equation هي delta G naught شو تساوي لنا minus RT لن الـ K equilibrium. هاي بين جبناها؟ جبناها من معادلة 14. الـ K equilibrium exponential minus delta G naught على الـ RT، اخذ لن للطرفين، فراح يصير لن الـ K equilibrium اضربها في الـ RT يساوي لنا minus delta G naught. إذا نريد delta G naught وحدها بدون الماينس شو نسوي؟ نسوي minus RT لن الـ K equilibrium. طبعا هنا عندنا دلتا جي، راح نرجع وين نعوض ويوبتين لن الكي اكوليبريم. هذا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا دلتا جي نوت على الار تي. دلتا جي نوت هي شنو؟ هي دلتا اس نوت زائدا دلتا اس نوت في التمبرتشر. هذا الحد هو من قسمه على الار تي، يبقى دلتا اس نوت على الار تي. الحد الثاني مو بي تي، تختصر تي ويا تي. Differentiation of this expression with respect to the variable or variable t yielded the Vanhoef equation. The term delta S over R ما يعتمد على درجة الحرارة. It depends on the temperature but depends on the entropy of the system. هذا يعتمد على مصطلح الانتروبي. Generally the equilibrium constant depends on the temperature according to equation. عندنا هاي المعادلة القادمة انه هي راح تمثل لي عبارة الـ K equilibrium يساوي الـ exponential minus delta H naught على الـ RT في ثابت. هذا الثابت K capital. The enthalpy change delta H naught is in standard conditions. The variation of the equilibrium constant with temperature can be determined from the differentiating equation. طبعا من اشتقاق المعادلة لن الـ K equilibrium هذا شو راح يصير؟ تشتق هاي المعادلة بالنسبة للـ temperature. هذا الحد ما بي temperature، يعتبر constant فيروح. شو يبقى لن الـ K equilibrium على الـ temperature، على تغير الـ temperature شو يساوي لنا؟ minus delta H naught على الـ R، هاي ثابت، واحد على T مشتقتها ماينس واحد على تي تربيع، اللي هو امامكم الماينس راح ويا الماينس والتي تربيع صارت بالمقام. We see the weather the K equilibrium increase or decrease with temperature is linked to whether the reaction enthalpy is positive or negative. يعني هذه العلاقة يقول انه زيادتها ونقصانها
ويا التمبرتشر ترتبط ويا علاقة الانثالبي هي نفسها is positive or negative. And temperature, if the temperature, sorry, is changed little enough, يعني كلش قليل, that delta H naught can be considered constant. إذا اختلفت هذه فالدلتا H هي constant. We can translate K equilibrium value at one temperature into another by integrating the above equation. We get similar derivative or derivation as with the melting point depression. يعني هنا أنه مرات يقول لي أنه أكو علاقة مرات للكي إكوليبريم الدرجة حرارة معينة ينطيها مثلا بظروف معينة, وعندنا درجة حرارة السؤال بغير ظروف. أوكي, فنحول الكي إكوليبريم الدرجة الحرارة الثانية, شو نسويها؟ هي الكي إكوليبريم الدرجة الحرارة الأولى exponential delta H over R 1 على T1 ناقص 1 على T2. هاي لا تخطئون بهم, هاي التيات إذا غيرنا مكانها راح تطلع الإشارة غير شكل وراح يطلع غير كلام. طبعا راح أحاول أنه أخليكم مسألة على هذا الموضوع أرسل لكم إياها حتى تفتهمون أنه شلون دي يصير التغير وشلون دي يصير الحسابات. هنا الـ K equilibrium at temperature constant and absolute temperature 1, والثانية هي at temperature 2. هو يقصد أنه عندنا مرات equilibrium constant يعطيني على ظروف معينة, مثلا السؤال مثلا خلينا نقول عند ال 200 ديجري سنتيغريد, وهناك اعطاني الكي ايكوليبريم عند ال 300, فلازم احولها الى ظروف السؤال مالتي. اوكي, من معادله ال 17 اللي امامكم, هذه من الكي ايكوليبريم, the data should have the linear relationship. هذا الكلام اللي بالأسفل هو مجرد راح يوضح لي شلون العلاقة من هسه قال الدلتا اس نوت هي تختلف, هي اللي راح تتحكم بدرجة الحرارة راح يشوفنا. The data should have a linear relationship, لها علاقة خطية. ليش؟ لأن لو تطبقوها لها المعادلة الـ 17 هي علاقة الـ y يساوي لنا مثلا mx plus b. The equation for which can be found by fitting the data using the linear form of the Van Hoff equation. The graph is called the Van Hoff plot and is widely used to estimate the enthalpy and entropy. هذه شنو الفائدة منها؟ نحن ما عندنا بالستيم تيبل, تذكرون من الثيرموديناميك مرات ما عندنا ستيم تيبل, مباشرة نروح على فان هوف نطلع من عندها الانثالبي والانتروبي بصورة سريعة. طبعا هذا حل جدا سريع حتى نطلع بين الانثالبي والانتروبي مع of chemical reaction. From the plot of minus delta H over R is the slope, راح يطلع لي من نرسم العلاقة, and the delta S over R هي الانترسكت. من قلت لكم هي مو يساوينها الواي يساوينا ام اكس بلس بي, دي يشبهها بهذه العلاقة, وراح يوجد انه من المماس يعني او من الميل راح يوجد الماينس دلتا اس اوفر الار, ومن القاطع راح يوجد الدلتا اس اوفر الار. طبعا الار ثابت باثنيناتهم, راح يطلع لي الانثالبي وراح يطلع لي الانتروبي. By measuring the equilibrium constant at different temperature, at درجات حرارة مختلفة, the Van Hoff plot can be used to assess the action when the temperature changes. يعني من عندها راح نقدر نحصل the Van Hoff plot can be used to assess the reaction when the temperature يعني عند تغير temperature. Knowing the slope and the intersect from the Van Hoff plot, the enthalpy and entropy of the reaction can be easily obtained using, هاي نفس الكلام بس هنا أنا راح يوضح لي شلون أقدر أحصلهم. طبعا الدلتا H هي ماينس الR في السلوب, والدلتا S ماينس أو الR في الانترسكت. The Van Hoff plot can be used to quickly determine the enthalpy and of chemical of both qualitative and quantitative, يعني كمية ونوعية. Changing in enthalpy can be positive or negative, leading to two major form of the Van Hoff plot. يعني إذا الإشارة موجبة أو سالبة هذه مال الانثالبي راح تعني لي نوعين. أكو تفاعلات مثل ما وضحت لكم قبل قليل أنه بالانثالبي عفوا الاندوثيرميك والإكزوثيرميك. الاندوثيرميك هو التفاعل الماس للحرارة. For the endothermic reaction, heat is absorbed.
يعني مو قلت لكم انا وصفت لكم اياها بشيء بسيط انه مرات انت تاخذ فتشي يزيد عندك الحراره وفتشي مرات العكس شيء بسيط راح تحس ببروده. فهذه هي شنو هاي معناها هاي الماده تفاعلت اكزوثيرميك او اندوثيرميك. هذا فشيء مبسط بالشرح ترى هي ما لها علاقه ممكن انه بس اوصف لك العمليه. طبعا هي اكو تفاعلات خلينا نقول كيميائيه من توضع يعني توضع مادتين تقوم الشع حراره من عندها ومرات لا تحتاج تسخين هاي العمليه بحد ذاتها. heat to absorb making the net enthalpy change positive thus according to the differential of the slope minus delta H over R. هنا the endothermic reaction delta H تكون أكبر من صفر وهذا الغاز هو ال R constant معناها ال slope هو كله أصغر من الصفر لأن إشارته بالماينس هذا موجب وهذا موجب فمعناها الإشارة تبقى بالسالب. Thus for the endothermic reaction the Van Hoff negative slope راح يطلع الشكل مالتي بالنيجاتيف سلوب بينما العكس صحيح بالاكزوثيرميك بالرياكشن هو ريلايزد يعني ده يطلق الحراره making the net enthalpy change negative thus the according to the definition the slope هو مو اتش على ار دلتا اتش اصغر من الصفر والار هي كونستانت ثابته فمعناها السلوب راح يصير بالموجب ليش لان هذا بلس راح يصير ماينس دلتا اتش اوفر ار راح يكون اكبر من الصفر ليش بسبب انه الانثالبي اشارتها سالبه راح تكون. For the exothermic reaction the plot should be always in the positive. هذه بس دي تشوفني انه نوع التفاعل شلون دي يتحكم بالموضوع يعني التمبرتشر هو من قال قبل شويه انه هذا التغير ترى دي تشوفوه بالتمبرتشر هو نتيجه الانثالبي هو اللي دي يغير لي اللعبه كلها ما كل انثالبي بالكي اكوليبريم هو اللي دي يغير اللعبه وشوفوا هذا الشكل امامكم. طبعا لهنا انا راح اجي الى نهايه المحاضره راح ارسل لكم بعض ال اكزامبل او اكزامبلين على الحاله وراح بركي اشوف لكم شيت عليها اما شيت اما اكزامبلات حسب الموضوع. طبعا التطبيقات هي خلينا نقول بشكل مباشر عدا انه الاشتقاقات مال المعادلات اللي هي انه مثلا من جات عندنا المعادله اي زائد بي ينتج دي سي ممكن هاي تجيني اي ينتج دي سي زائد دي وممكن اي زائد بي زائد سي ينتج دي يعني قصدي تغير المعادله مثلا الهيموغلوبين هذا هنا ممكن انه لا احنا نقول الهيموغلوبين زائد الاكسجين ينتج لي الهيموغلوبين بدل انه ما هي هيموغلوبين اكسهيموغلوبين هو الدي يتفكك. فانتبهوا على الاشاره انتبهوا على الانثالبيات هنا مثلا اللي صارت عندنا الربط بين الثيرموداينامي فان هوف كويجن الاشتقاق مالتها مطلوب حفظ. لهنا راح اجي الى نهايه المحاضره اي استفسار اي توضيح تحتاجون انا حاضر. شكرا جزيلا.